من
لولا يكون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون الذين
أولئك في ضلال
ضلال مبين. أولئك في ضلال مبين. أم يقولون إذا كريم قال تعالى قول السفهاء من الناس السفهاء نعم سفهاء العقول هم من هم من هم سفهاء العقول نعم ومن شاك له الدين كان تقويم جدا لكن نصف الدرجة ويحذركم الله نفسه يحذركم الله غضبا وعقابه إجابة صحيحة إذ تصعدون تصعدون إجابة صحيحة لن يستنكف المسيح نعم لن يأنف ويترفع ويستكبر نصف الدرجة فلما توفيتني نعم جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله ناقة الله خلقها الله من صخر لا من أبوين وخذوهم واحصروهم احبسوهم أو ضيقوا عليهم وامنعوهم من التصرف في البلاد خطأ فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية علامة وعظة نعم يتوارى من القوم يتوارى يستخفي ويتغير خطر وآتيناك ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها نعم لا فكفروا بها ظالمين فأهلكوا وآتيناه الحكم صبيا الحكم نعم لا فهم التوراة والعبادة ولا يبدين دينكهن إلا ما ظهر منها الوجه والكفين وماذا؟ نعم والقدمين إن هذا إلا خلق الأولين
خلق الأولين، عادلهم في اعتقاد أن لا بعد، يومئذ يصدعون، يصدعون، نعم، يتطرقون إلى الجنة وإلى النار. فإن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، المرجفون المشيعون للأخبار الكاذبة، خطأ، فأتبعهم شهاب ثاقب، ثاقب، نعم، والله لو أصبحت قليلا سمعت جيدا. لا أنا لا أسمع جيدا ما تقولين. لا خطأ، مضيق أو مشرق، خطأ. خذوه فاعتلوه، فاعتلوه، نعم، 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 فاعتلوه، فاجروه بعنف وقهر، خطأ. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أزاغ الله قلوبهم. حرمهم التوفيق لاتباع الحق، خطأ. نأتي للسؤال الأخير، أي سورة تسمى الفاضحة ولماذا؟ هناك سورة في القرآن تسمى الفاضحة، بل كان الصحابة يعرفونها بهذا الاسم، يعرفونها بأنها الفاضحة. ما هي هذه السورة؟ لماذا سميت بذلك؟ هي سورة التوبة، يغتاهم لأنها فضحت أمر